النشامة يا النشامة علو الهامة يا النشامة رحيم. أول شيء بشكركم. هاي المبادرة جاءت من شركة التواصل للرياضة والإعلام، هي الهدف الرئيسي منها للترويج للأردن في مجال السياحة والاستثمار، ونجعل الأردن نقطة جذب في مجال السياحة الرياضية. زي ما قلت لك، هي نقطة الأردن تكون نقطة، كيف الأردن حاليا هي مقر للسياحة العلاجية، كمان احنا ان شاء الله نحاول نخليها مقر للسياحة الرياضية. اللاعب معظمهم ما بيعرف عن الأردن، يعني الموجودين ما بيعرف عن الأردن أو ما زارها قبل، فهي فرصة انهم يعرفوا الأردن. كل لاعب عنده ملايين متابعين على السوشيال ميديا في بلاده، وبعضهم مثل زانيتي عضو مجلس إدارة نادي انتر ميلان، كريسبو نائب رئيس مجلس إدارة بارما، فهي اللاعب بالإضافة انهم أساطير، هم مسؤولين في أندية وفي مجتمعات كبيرة، فهي كمان بتوصل رسالة الأردن وبتوصل صورة طيبة عن الأردن إن شاء الله. هو شوف، موضوع استثمار في مجال دعم البلد، يعني احنا من وجهة نظرنا نكون في دعم للبلد، كنا نتأمل يكون في معنا شركات راعي من السوق المحلي سواء حكومي أو خاص، لكن ما صار نصيب، يعني اشتغلنا بجد واجتهاد. عندنا بعديها مباراة في العراق ب9 الأمور في العراق ماشي بشكل أقوى، يعني نتمنى أن الأردن كمستوى تكون ممتاز ما يقل عن مستوى المباراة في العراق. المفروض إن شاء الله أسماء كبيرة موجودة، ريفالدو، كلايفرت، كريسبو، أسماء ضخمة وأول مرة بتيجي على المنطقة، فالمفروض يعني يكون جمهور كبير. وإن شاء الله إحنا كمان كسياسة شركة خفضنا أسعار التذاكر، يعني خلينا 5 دنانير و10 المتوسط، فأسعار معقولة جدا وممكن أي حدا يقدر يأخذ تذكرة. بالإضافة إحنا وزعنا حوالي 2000 تذكرة مجانية على بعض الجهات الإنسانية والخدمية في الأردن. هي يعني ممكن لكن صعبة من ناحية العدد، يعني واللاعبين جدولهم مزحوم، يعني فممكن يكون مقابل مبلغ مادي، لكن احنا الشركة مش هدفنا الربح المادي، فممكن هاي الفقرة نستثنيها. ممكن أثناء تواجدهم في أماكن سياحية زي البتراء والبحر الميت، ممكن إذا كان في جمهور يشوفهم يعني مباشرة. أكيد هي لفتة مميزة وكبيرة بالنسبة للأردن لما يتواجد عدد كبير من نجوم كرة العالم مثل ريفالدو وديفيز، يعني أنا أعتقد أنه هذا تسويق سياحي للأردن، يعني نخرج من نطاق الجانب الرياضي نتحدث عن السياحي، مجرد وجود هذول اللاعبين نخبة لاعبي العالم في الأردن أعتقد أنه راح يكون يعني تنشيط للسياحة بطريقة غير مقصودة، يعني مجرد أنه يكون لاعب مثلا زي ريفالدو على الفيسبوك على صفحته يوضع صورته هو موجود في البتراء أو في البحر الميت، أنا بعتقد هذا الترويج للسياحة، ونتمنى أنه تتكرر مثل هاي المبادرات حتى أنه نسوق الأردن رياضيا وسياحيا. بنتمنى يعني المفروض انه نجوم بهذا الوزن موجودين في استاد عمان، المفروض يكون في حضور جماهيري كويس، يمكن الوقت ضيق للترويج لهي المبادره، المفروض انه كان في وقت اطول للاعلان عن وجود هذول اللاعبين، لكن بتمنى انه فعلا تواجدوا الجمهور يوم الخميس في المدرجات حتى انه يستمتعوا بمشاهده نجومهم المفضلين. يعني هو المفروض تكون هاي المبادره مدعومه، انا مش عارف ليش الضاد، يعني هذه مكمله لدور اتحاد كره القدم، المفروض يكون في تعاون كبير من جانب اتحاد كرة القدم لأنه هي بالنهاية في مجال كرة القدم وبتخدم كرة القدم، المفروض يكون في دعم أكبر، المفروض يكون في تعاون أكبر من كافة الجهات حتى أنه تنجح هاي المبادرة. أعتقد أنه هاي المبادرة مش لشركة معينة بقدر ما هي للأردن، يعني لما الناس تتفرج على الصور وعلى المباراة ما بتحكي أنه سين الشركات أو صاد من المدراء هم اللي نظموا المباراة، بيحكوا أنه هاي المباراة أقيمت في الأردن. الآن إحنا بنتابع على الفيسبوك بنشوف أنه هذول النجوم رايحين يروحوا على العراق، مش مطرقين للشركة نهائيا، متطرقوا لأنه هذول النجوم موجودين في العراق، هذول النجوم رايحين يلعبوا في استاد البصرة، في تفاعل كبير معهم على مواقع التواصل الاجتماعي، احنا المفروض يكون عندنا هاي المعامل. بتمنى انه
فعلا تكون مباراة جماهيرية، حتى انه الناس تستمتع بوجود هذول النجوم. يا ما تفرجنا عليهم على التلفزيون بالاندية الكبيرة وكنا نحلم انه نشوفهم على ارض الواقع، الان فرصة لعشاق هذول النجوم انهم يشوفوهم على ارض الواقع. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هاي بادرة طيبة اللي هي اقامة مباراة نجوم العالم محضرة من الاردن، طبعا ممثلة بشركتي تواصل وايفرس، ممثلة بالسيد ماجد قطشات والسيد راتب اللوامة. طبعا يعني هاي تنشيط سياحيا ورياضيا وفكريا، تنشيط يعني سمعة الرياضة الأردنية اللي تطورت في الآونة الأخيرة. خلينا نحكي لما نجوم العالم يجوا على الأردن إشي طيب، إن كلاعبين أو كرياضيين أو كسمعة البلد، إنه بتعرف يعني عيار ثقيل الأسماء هاي اللي موجودين، أسماء كبيرة بنشوفهم، إحنا كنا نشوفهم على التلفزيون، اليوم راح نجيبهم للأردن، فأكيد بادرة طيبة. هلا احنا كلاعبين والله احنا ما بنعرف مين اللي دعم ومين اللي ما قصر او مين اللي كان الراعي الاكبر للمباراه. احنا كلاعبين، احنا نجوم، احنا بنيجي نشارك في الملعب، في ارضيه الملعب، احنا ما لنا في الامور التسويقيه الامور الدعائيه للمباراه، احنا طلب منا انه نكون يعني موجودين في هاي المباراه، بنلبي الطلب، وغير هيك يعني احنا ما بتوقع انه اي لاعب راح يعطيك معلومات عن الناس اللي دعمت او اللي قصرت. اول شيء مشكورين اصحاب هذا الانجاز، فعلا انجاز، انا معك في هاي الكلمه، انجاز، لانه احضار نجوم مثل هذول على كره القدم في الاردن اكيد واجه صعوبات كبيره، فقدومهم اكيد انجاز، احنا سعيدين بوجودهم معنا. يمكن الوقت ما كان مناسب للترويج، لكن اعتقد جمهورنا محب لكره القدم، فاذا كان الجمهور محب لكره القدم فعلا، اما راح يجي عشان نجوم كرة القدم اللي بأنديته اللي كان يشجع نادي معين عنده لاعبين اعتزلوا وحاب يشوفهم مرة ثانية إذا كان محب لفريقه ولا لاعبه، أو متابعين كرة القدم العالمية، هؤلاء نجوم كبار الحقيقة في كرة القدم العالمية، فالمفترض أنه أي مشجع لكرة القدم، أي محب لكرة القدم يكون متواجد ويحضر هاي المباراة. أنا أتمنى من كل شخص أو فئة أو مكان مسؤول أو غير مسؤول بيقدر يساعد في أي طريقة كانت لإنجاح مثل هذه الإنجازات عشان كرة القدم تنهض. يعني كرة القدم الأردنية الحقيقة خليني واقعي معك متأخرة، لازم إحنا نطلع فيها، لازم نصعد في كرة القدم، فكل واحد بده يوقف عنده. بالنهاية قدومهم أنا متأكد أنه إنجاز، لأنه أكيد الكل تساعد أنهم وصلوهن، أكيد صار في عقبات لكن بالنهاية وصلوا إن شاء الله، أكيد راح يكون شيء جيد أنهم وصلوا بالنهاية. بنحاول احنا، الفرق بيننا وبينهم متابعين كرة قدم، هم ما بيعتزلوا، بيعتزل النجومية لكن بيعتزل الإعلام، لكنه متابع للرياضة، احنا عندنا بيعتزل كل شيء رياضي. يا سيدي أكيد بلا شك هو إنجاز كبير يعني على المستوى السياحي الرياضي، خلينا نقول هاي أول مرة بتصير يعني، وبتعرف يعني أظن نجوم العالم أنت بتسوق الأردن سياحيا، يعني بتحكي لما كل لاعب على مستوى العالم المعروفين عنده على سواء على الموقع تبعه او على الفيسبوك بيشاهدوا ملايين، وبالتالي يعني لما بتسوق خصوصا زي البتراء زي جرش زي عمان، انا باعتقادي يعني هاي المكسب الكبير انك اردن، يعني انه هذول النجوم يساعدونا في نشر السياحه في البلد، واكيد بلا شك يعني هو تكريم، وانا يعني فعلا يعني ممنون ومشكور لسواء الاخوان اللاعبين او مشاهير الاردن الاخوان او الشركه الراعيه او الاخوان المنظمين، اكيد بلا شك يعني، وهي انا بشكرهم جدا عليها، وشعور طيب يعني اي واحد مكاني يعني كان بيشعر بشعور طيب وانت بتلاقي نجوم العالم ونجوم الاردن اللي عبر السنوات الماضيه. تعتقد راح يجي جماهير للملعب؟ والله انا بعتقد انه في جماهير كثيره يعني بتتابع هاي النجوم، كانت وبتتمنى كانت في يوم من الايام انها تشوفها على الطبيعه، وبتوقع في ناس كثير يعني من عشاق اللاعبين هذولا انه يكونوا موجودين، وايضا عشاق اللاعبين المحليين كمان يعني بتعرف كمان، فان شاء الله انه يعني جماهيرنا انها تكون موجوده في الملاعب حتى تشوف هؤلاء اللاعبين النجوم العالميين والنجوم السابقين الاردنيين. يعدون بفوز؟
والله احنا يعني الهدف منها بتعرف انه نجمع الرياضيين المشاهير الرياضة سواء الأردنيين أو العالم، هي الهدف الأساسي. وللعلم يعني هم لاعبين على مستوى العالم ما بتركوا زينا، يعني كلهم مستمرين. وأنا يعني قبل يومين شفت مباراة مشاهير برشلونة ضد مشاهير مانشستر، بتستغرب لعبوا 90 دقيقة بلياقة عالية جدا، وراح تشوفوهم باستاد عمان قديش لياقتهم، محافظين على حالهم. وبتمنى انه لاعبينا بس يتركوا فوتبول انه يستمروا ويتجمعوا مع بعض، لانه هم بيتجمعوا عادة في فترات. ضم للأنباء قمر الحقيقة.